السلام عليكم. هنشوف ازاي اعدل الماتيريال في برنامج الفي ري اللي موجود في قلب الريفت. تمام، واول حاجه بفعلها اللايسنس، وبعد كده بختار من هنا كرنت فيو اني فيو اللي هعمل له الرندر بتاعه، لان ممكن يكون عندي كذا فيو 3D. هو بيقول ليفنج روم، ليفنج روم اللي هي ديت اقدر اغيرها، اقدر اجي هنا واختار اي حاجه انا عايزها. تمام، دي الماتيريال بتاعتي اسمها ايه اللي هي كاربت 1. طيب نعمل سيلكت كده، طيب وهاجي اقول له اعمل لي الرندر. في ال طيب هو كده عمل رندر على الماتيريال ديت. تمام، طيب عايز اقول له اتش واقول له اعمل لي سيف للفيو اللي احنا شغالين عليه دلوقتي. طيب هاجي دلوقتي اقول له اسيت براوزر واقول له هات لي الماتيريال ديت. الماتيريال دي ممكن اقول له اوتو جنريت، اعمل انت الماتيريال اللي انت عايزها. تمام، ونشوف في الرندر هيبقى عامل ازاي. ممكن اقول له اعمل لي رندر من هنا. وممكن اعمل رندر باكتر من اسلوب، اقول له سيف للقطة ديت. طيب هات لي الماتيريال تاني، نفس الماتيريال اقول له هاتالي فيري ماتيريال. هو عنده مكتبة حلوة من الفيري، هختار مثلا بلاستيك وابدا اختار مثلا حاجة بالشكل دوت. اقدر اجي هنا اديت واعدل في الماتيريال لو انا عايز، افتح لي شاشة اقدر اعدل الخصائص الموجودة فيها. تقدر تعدل اللون، الريفليكشن، كل الخصائص بتاعتها. ممكن اقول له انا عايز سكتشر، هختار اديله صورة معينة وهو يبدأ يحملها ويكررها. او اقول له انا عايز كولر وروح مختار لون معين هو اللي هيتعمل عليه الرندر. اقول له اعمل لي رندر تاني. خلي بالنا الارضيه بقت شكلها عجيب، لون ازرق. طول ما انت بتسيبه هو بيعمل رندر افضل، بيحسن الصوره. تمام، بس ما انصحش ان حد يعمل اللون الازرق ده غير في غرفه النوم، على اساس هو مريح للاعصاب بشكل مستفز يعني. اقول له سيف لي اللقطه ديت. تمام، فانا كده عندي دي اللقطة دي وعندي اللقطة ديت. عندي اكتر من لقطة بماتيريال مختلف. تمام، اقدر ارجع ليهم واقدر اشوف انا واحد فيهم الافضل.